مرحبا، كيفكن يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم راح اعمل قطيب كبه مشويه بهالاجواء الصيفيه الحلوه. طريقه كتير سهله وطيبه، وبتسقسق القلب سقسقه ومع سلطه طيبه مشان تخفف الدسم على اساس. وانتو بتحبوا الكبه مع سلطه ولا مع لبن ولا بس مع دبس رمان؟ وهو بجميع الاحوال ما في اطيب من الكبه. وهلا راح اترككم مع الوصفه. بالبداية رح احتاج كيلو برغل ناعم، نص كيلو لحمة لازقات، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة فلفل احمر، معلقة صغيرة بهارات كبة، معلقتين صغار ملح، وبصلة صغيرة. وللحشوة بدنا كيلو شحمة، نص كيلو لحمة مفرومة ناعم، بصلة كبيرة مقطعة على الايد، معلقة كبيرة رمان مجفف، 250 جرام جوز مقطع قطع صغيرة، معلقتين صغار ملح، معلقة صغيرة بهارات مشكلة، معلقتين صغار فلفل احمر، ومعلقة صغيرة فلفل اسود. اول شي بحط شوية زيت نباتي، وبعدين بنزل عليهم البصل وبقلي. بس يتقلى البصل هلأ بنزل عليه اللحمة وبقليهم مع بعض لحتى تستوي اللحمة. بس تستوي اللحمة هلأ بضيف كل البهارات وبخلطهم مع بعض. وهلأ بنزل عليهم الشحمة. في كتير ناس بتوقف بهي الخطوة وبتطفي النار، بس أنا بحب أغلي الشحمة لحتى تتعقم وتنضف على الأخير، فبتركب مع اللحمة على النار لحتى تغلي الشحمة وتدوب. هيك بتكون غلت الشحمة. هلأ صار فينا نطفي على النار لأنه ضمننا أنه الشحمة تعقمت ونطفت، وبتركها لحتى تبرد شوي. هاي اللحمة بعد ما بردت عندي، هلأ بضيف الرمان المجفف والجوز. طبعا الجوز ما فينا نضيفه وهي اللحمة سخنة لأنه بتروح قرشته، لهيك بنتركها لحتى توصل اللحمة بهالقوام ومنضيفهم ومنحركهم مع بعض. وهلأ فينا نتركهم لحتى يبردوا تماما. طبعا فيكن تضيفوا بقلب الحشوة كمان دبس رمان، وفيكن تضيفوا رمان طبيعي مو مجفف، هذا حسب الرغبة، أنا بحب أعمله بهالشكل. وهلأ رح بلش بعجينة الكبة. بحط البرغل وفوق اللحمة ومعهم كل البهارات وبعجنهم منيح مع بعض. وهون كنت نسياني اني اضيف معلقة نشا، فلهيك بضيف معلقة طعام نشا، وهي لحتى تمسك العجينة، وانا بضيفها بديل البيض. وبضيف شوية مي كمان وبعجنهم. طبعا انا ما بنقع البرغل لانه وقت تنقعوه بصير قوامه مثل كبة البطاطا وكتير طرية، لهيك عملوها على طريقتي بدون نقع وما رح تندموا. وهلأ بطحن الكبة على الراس الوسط. كمان بقطع البصلة لأربع أقسام وكل شوي بضيف قطعة وبطحنها مع الكبة. هاي بعد ما طحنت أول وجه، هلأ كمان برجع بضيف شوية مي، تقريبا ربع كاسة مي، وبرجع بعجنهم مرة تانية وبرجع بطحنهم. قطعة
فأكيد بتلاحظوا وجه عن وجه بتتماسك العجينة أكتر وبتصير أطرى. وأنا بطحن الكبة 3 وجوه أو 4 وجوه حسب البرغل عندكم. أنا هالمرة أخذت معي 4 وجوه لحتى طريت وحبت البرغل كلها اختفت على الأخير. وأكيد بين كل وش ووش بضيف مي على العجينة وبعجنها وبرجع بطحنها. هاي الكبة عندي بعد ما طحنتها 4 وجوه طريت العجينة وصارت ما في أحلى منها. هلأ آخر شي بضيف شوية مي، طبعا المي اللي أنا عم ضيفها من أول ما اشتغلت مي باردة مو سخنة، وبرجع بعجنها لحتى تطرى وأقدر اشتغل فيها. وأكيد إذا بتحبوا الكبة المقلية واللبنية أكتر من المشوية فأنا عاملتهم من قبل على القناة ورح أحطلكن الرابط بصندوق الوصف. هلأ بعمل دوائر من الكبة ويكون حجمها كبير شوي. وهون عندي كيس نايلون، هلأ بحط الطابات عليه، بيكونوا 6 طابات مواجهين بعض. برجع بسكر بكيس النايلون عليهم وبأي صحن بكبس الطابات، وأنا بكبسهم منيح لحتى يطلعوا رقاق. وهي أسهل طريقة لحتى نعمل الكبة المشوية. في كتير ناس بيعملوها على إيدهم بس أنا ما بحب اشتغلها بإيدي عشان ما تطلع سميكة، لأنه بالصحن وقت نكبسها عم تطلع رقيقة كتير وما في أحلى منها، وبيطلعوا كلهم بنفس حجم بعض وبنفس رقة بعض. وهون عندي الشحمة بعد ما بردت، هلأ بكورها وبحطها، وقت حطها على الكبة بكبسها شوي صغيرة. طبعا فيكم تعملوا كمية الحشوة كلها دوائر قبل ما تبلشوا شغل، هيك بتسهلوا على حالكم وبتوفروا وقت. وهلا بعد ما حطيت الحشوة على قسم واحد من الكبة، هلا باخد القسم الثاني وبحطه فوق القسم الأول. طبعا مثل ما شايفين قديش هي رقيقة كتير لأنه كبسناها بالصحن مو اشتغلناها بالإيد، هيك بتطلع أطيب بكتير. وبرجع بغطي عليها بالنايلون، وبأي كاسة تم واسع بضغط على الكبة وبحاول أضغط عليها من النص يعني عند كمية الحشوة اللي حطيناها. وهلا بشيل كل شي زوايد. وبزبدية فيها مي باردة بالايدي وباخد قرص الكبة وبحاول زبط الحواف بايدي. هيك بتكون جهزت. وبكفي على كل الكمية بنفس الطريقة. وهي بعد ما خلصتهم كلهم. وهلأ اجا وقت الشوي. بدهن الشبك بشوية زيت نباتي وبزبدية فيها مي باردة بالإيدي، وبرجع بعمل ضغطة على طرف قرص الكبة بهالشكل لحتى أتأكد أنه تسكر على الأخير وأضمن أنه ما تطلع الشحمة من القرص وقت تدوب. وهيك بنكون عملنا الكبة اللبنية والمشوية والمقلية بطريقتي، ودول نوعين كبة إن شاء الله رح أعملكن ياهم بالمستقبل، يلي هنن الكبة بالصينية ونوع كبة كتير كتير طيب وأنا كتير بحبه ونادر كتير الناس لحتى تعرفه، إن شاء الله رح أعلمكن ياه بالمستقبل. طبعا كل شوي برفع الشبك وبشوف لونهم من تحت، كل ما يتأمر واحد بقلبه.
وقبل ما اقلبه بلقيه بالمي لحتى ما احترق، ونفس الشيء على الوش الثاني كمان برفع الشبك وبس يتأمر على الوش الثاني بشيل قرص الكبه. هذا هو الشكل النهائي، بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. جربوا الكبه المشويه بطريقتي لانه كتير طيبه وسهله، وخصوصي هلا بالصيف وبجماعات الاقارب الحلوين. ولا تنسوا تروحوا تشوفوا فيديو الكبه المقليه واللبنيه بقناتي لانه كمان بيشهوا، وعلمتكم بهالفيديو طرق للكبكبه كتير سهله. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي بنزله. باي باي.